5 شهور والمقاومة المشتركة تدأب بخطى حثيثة واستراتيجية لتحرير محافظة الحديدة من ميليشيات الحوثي الإرهابية التي تخندقت في كل مدينة من حواضرها وكل قرية من بواديها. 5 شهور حققت المقاومة المشتركة بمعارك نوعية تقدمات من المخا جنوبا إلى أن وصلت إلى مدينة الحديدة شمالا. ساعة الصفر انطلقت لتحرير مدينة الحديدة وجسدت حينها المقاومة الوطنية اسمها في بيان توجهت به إلى عموم أبناء اليمن. حمل هذا البيان عدة أهداف أساسية بيّنت من خلالها المقاومة الوطنية أهم مرتكزات المعركة وأهدافها. فقد أسمت المقاتلين في صفوف الحوثي بأنهم عبارة عن مغرر بهم، ودعاهم البيان لتسليم أنفسهم إلى أقرب قوات تابعة للمقاومة ولهم وجه الأمان، وهذا ما تعرف عليه اليمنيون على مر تاريخهم. وكي لا يكون أبناء القبائل وقودا لمعارك ميليشيات الحوثي العنصرية، دعا البيان كافة مشايخ ووجهاء اليمن ممن ما يزال أبناؤهم يقاتل في صفوف الحوثي الاستفادة من هذا النداء المنطلق من مسؤولية دينية ووطنية وإنسانية. استمات الحوثي على مدى أشهر منذ انطلقت معركة تحرير محافظة الحديدة في الترويج لشائعات مفادها أن حراس الجمهورية هدفهم انتقامي من القبائل والمشايخ وأعيان المناطق، ليعلن بيان المقاومة الوطنية حراس الجمهورية صراحة مؤكدا لجماهير الشعب اليمني أن قيادة المقاومة ليس لها أي ثارات مع أحد كما تروج لها عصابة الحوثي. وحددت المقاومة الوطنية هدفها بأنه وطني وبأن جميع أبناء اليمن من مختلف شرائحهم ومذاهبهم ومناطقهم هم أخوة وأبناء. ختام بيان المقاومة الوطنية كانت رسالة عامة حددت من خلالها المقاومة الوطنية حراس الجمهورية الهدف الوطني الأسمى لمعركة تطهير مدينة الحديدة، فهي منطلق أساسي وطريق لتحرير كل تراب الوطن اليمني واستعادة نظامه الجمهوري ومؤسسات دولته المختطفة، وليس لهذه التحركات أي نزعة انتقامية أو سياسية، وإنما هي تلبية لنداء الجماهير اليمنية التي تتوق للحرية والخلاص من هذه العصابة الكهنوتية الإرهابية.